كيلك كم من حجار؟ لا بتخصم راسك لما جاش فيه. ايوه إذا المشاهدين الكرام، في هذه اللحظات قوات الاحتلال تقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من حاجز بيت إيل المقام على أراضي البيرة الشمالية، المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة. إطلاق لقنابل الغاز باتجاه الشبان الذين خرجوا احتجاجا على حالة العنف التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. والآن قنابل الغاز تطلق باتجاه الطواقم الصحفية كما ذلك الأمر. الشبان يقومون برمي الحجارة باتجاه قوات الاحتلال. هذه المسيرة الاحتجاجية التي وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضيها منذ عدة سنوات. يتواجد هنا الشبان للاحتجاج على الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، خصوصا في اليومين الماضيين، حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 فلسطينيين البارحة، وصباح اليوم 5 شهداء، 2 في جنين، أحدهما شقيق الأسير أحد أبطال عملية نفق الحرية أيهم كممجي شقيقه الذي ارتقى صباح هذا اليوم بعد ملاحقة من قوات الاحتلال وإطلاق النار عليه أثناء سيره في الشارع بدون أدنى سبب. أيضا استشهاد الشاب عمر عليان من بلدة سلواد بالقرب من هنا، خلف هذا الحاجز تتواجد بلدة سلواد التي دعت فيها
الحراقات الشبابية والفصائل الفلسطينية لمسيرات تجوب شوارع مدن الضفة والتوجه إلى نقاط التماس احتجاج على ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كانت الأحداث جدا قوية في بلدة سلواد البارحة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد البارحة مع ساعات الإفطار بالضبط، مستغلة تواجد السكان على موائد الإفطار في خصوصا في شهر رمضان. حاصروا منزلا هناك، قاموا بإطلاق الرصاص الحي المباشر باتجاه وأيضا إطلاق القذائف باتجاه المنزل. محاصرين المنزل مطالبين من يتواجد فيه بتسليم أنفسهم، وإلا سيتم هدم المنزل على قاطنيه. كانوا أناس عزل، مجموع 17 فردا في المنزلين موزعتين على عائلتين في الطابق الأول والثاني. روى تفاصيل مريعة حيث كيف تعامل جيش الاحتلال مع القاطنين في ذلك المنزلين. في هذه اللحظات قوات الاحتلال تعتلي التلة التي يخرج منها الجيش بالقرب من بيت إيل، مختبئين خلف السواتر الإسمنتية مطلقين القنابل المثيرة للدموع. الآن أحد القنابل أصابت كومة مبيعات، والشبان يقومون بإعادتها نحو قوات الاحتلال. الغاز إذن مشاهدينا الكرام وصل للطواقم الصحفية والطواقم الطبية في بيت إيل الآن. حالات بسيطة من الاختناق في هذه اللحظات. إذن قنابل الغاز لم تتوقف، تطلق باتجاه الشبان، باتجاه الصحفيين، باتجاه المسعفين هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضيها الشمالية. إذن مشاهدينا الكرام عبر جي ميديا هذه الصور الحية والمباشرة من مواجهات لربما ستكون مستمرة مع قوات الاحتلال على هذا الحاجز وهذا الطريق بالقرب من مستوطنة بيت إيل نتيجة الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث على ما يبدو أن العملية العسكرية الاحتلالية مستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين. ربما إن استطعنا إجراء حوار مع أحد الشبان الذين يقومون بإلقاء أو التظاهر هنا ضد قوات الاحتلال احتجاجا على الجرائم التي تمارس بحق الفلسطينيين خصوصا في شهر رمضان الفضيل الذي يشهد أحداثا متصاعدة وجرائم قتل بحق الفلسطينيين في كل مكان، حيث كما ذكرنا 5 شهداء منذ البارحة حتى صباح هذا اليوم ارتقوا في محافظات الضفة الغربية في شمالها ووسطها وجنوبها في جنين ونابلس ورام الله بالقرب من هنا في بلدة سلواد وفي بيت لحم في بلدة حسان بالتحديد. الشبان خرجوا منتفضين محتجين على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. وتيرة المواجهات المتواجدة بين الشبان الفلسطينيين خصوصا عندما يكون هناك عدد كبير من الشبان يلقون الحجارة باتجاه
قوات الاحتلال أثناء اقتحامها أو انسحابها من المناطق الفلسطينية يقومون بتوجيه الأعيرة النارية الحية باتجاه الشبان، مما يتسبب بإصابات خطيرة، وفي كثير من الأحيان مثل ما شاهدتم في اليومين الماضيين 5 شهداء في مواجهات متفرقة معتادة في الشارع الفلسطيني. لكن وتيرة وأعداد الشهداء المتزايدة دليل على سياسة جديدة يتبعها الاحتلال في القضاء على الفلسطيني بشكل مباشر دون إصابته أو حتى الانسحاب من المكان. أصبحت مثل هذه المواجهات تجبر الشبان أن يكونوا حذرين أكثر عندما يخرجون للاحتجاج أو التظاهر على الجرائم التي تمارس بحقهم من قبل جيش الاحتلال. الشبان ما زالوا يتوافدون إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضيها. إشعال للإطارات، إشعال للحاويات هنا يتم من أجل التعبير عن احتجاج فلسطيني واسع بحق الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، خصوصا في اليومين الماضيين حيث ارتقى 5 فلسطينيين في غضون 32 ساعة فقط في محافظات الضفة الغربية المختلفة. سنحاول أخذ صورة أخرى مشاهدينا الكرام. سنحاول مشاهدينا الكرام نقل صورة أخرى من قلب المواجهات المندلعة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بالقرب من هنا، حيث يقوم شبان بالاحتجاج على الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين. عشان يتصور وقف كل اخوك خلي يصورك شرفي. علي ولا عليك دكتور، انا صحفي 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 انا.
خليك كبرك ايه ريلا بدنا ربي حجور ريلا مبسوط خزن فتحين لايف والله اللي صوت حمل المحير تاكدين احنا لورا تعمل في حير مول كريم خلص روح شو جاي تساوي تصوير بلا سوا عليك يا انا طولت على بالك هذول
إذا مشاهدينا الكرام مستمرون في هذه التغطية عبر جي ميديا من مختلف محافظات الوطن والضفة الغربية، بالتحديد حاليا نحن نبث لكم من المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من مستوطنة وحاجز بيت إيل الذي يناقص حياة الفلسطينيين بشكل يومي، حيث ما تشاهدون السيارات القادمة والذاهبة بالاتجاهين نحو قرى شرق رام الله وأيضا مدينة أريحة وأيضا متنفس نحو مدينة نابلس إلى الشمال من هنا. الشبان قاموا بإغلاق الطريق أمام السيارات احتجاجا على حالة العنف التي تعرض لها الفلسطيني والاعتداءات من قبل الجيش الصهيوني، خصوصا البارحة في بلدة سلواد كان المشهد جدا مؤلم بحق الفلسطينيين حينما اقتحمت قوات خاصة بلدة سلواد بأعداد كبيرة، حاصرت منزلين يتواجد فيهما أفراد عائلتين مسالمتين، في على ساعة الإفطار أطلقوا الرصاص الحي باتجاههم وأيضا القنابل والقذائف باتجاه المنزل الذي لا يقطنه إلا الأطفال والنساء والرجال الذين يحضرون أنفسهم لتناول طعام الإفطار في حينها. الصورة الحالية مشاهدينا الكرام هي شبان فلسطينيون لبوا نداء الاعتراض والاحتجاج الذي كان البارحة بعد عدد الشهداء المهول في الضفة الغربية ليرتفع إلى 5 صباح هذا اليوم مع استشهاد الشابين في جنين صباح هذا اليوم أثناء اقتحام قوة احتلالية لمدينة جنين. قنبلة غاز أخرى أطلقت باتجاه الشبان، لم يتم تسجيل أي إصابة حتى هذه اللحظة إلا إصابات طفيفة بالاختناق من قبل الشبان دون التوجه للإسعاف. كان هناك قنابل غاز أطلقت باتجاه الصحفيين وطواقم الإسعاف في المدخل الشمالي لمدينة البيرة قبل لحظات. الشبان يقومون بإعادة قنابل الغاز باتجاه قوات الاحتلال في هذه اللحظات كما تشاهدون في الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام. إذا كنا معكم عبر جي ميديا من محافظات الوطن كلها في جنين وطول كرم ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله في تغطية مستمرة للأحداث الفلسطينية والتطورات على الساحة الفلسطينية التي تشهد توترا كبيرا خلال هذا الشهر الفضيل بسبب استفزازات الاحتلال بحق الفلسطينيين إن صح القول، وهي الحقيقة كما يقال من تضييق ومنع حيث يتوافد المصلون نحو المسجد الأقصى لأداء فريضة الصلاة في هذا المسجد الذي يعتبر ذو رمزية كبيرة لدى المسلمين والفلسطينيين بشكل خاص كونه يقع تحت احتلال منذ أكثر من 74 عاما. عديد السيارات الآن تقوم بالالتفاف والرجوع من حيث أتيت بسبب إغلاق الطريق من قبل المواطنين والشبان هنا على المدخل الشمالي لمدينة بيت إيل. أعداد الشبان في تزايد حتى هذه اللحظات، عندما وصلنا كانت أعداد متواضعة من الشبان الذين لبوا دعوات شعبية وشبابية انطلقت هنا في مدينة رام الله للتوجه نحو نقاط التماس. يجدر الإشارة أيضا أن هناك إضرابا عما مدينة رام الله والبيرة، إضرابا شاملا شمل جميع مرافق الحياة هنا، احتجاج على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. الآن قنبلة غاز أطلقت نحو السيارات لتصيب أحد السيارات في الشارع الرئيسي، قنبلة الغاز أصابت أحد السيارات، حالت بالاختناق بين المواطنين الآن. قنبلة غاز أطلقت نحو السيارات المتوقفة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وتوجه طواقم المسعفين نحو السيارات
لمشاهدة إذا ما كان هناك أحد من المواطنين بحاجة إلى المساعدة أم لا. هذا الغاز المسيل للدموع غاز عصبي قوي جدا يؤثر على قدرة الإنسان على التحكم بأعصابه لربما والنظر والتنفس بشكل كبير. نحن نقف هنا على مسافة آمنة إن قلنا شممنا بعض من هذه الريحة تتوقف الأنفس وتغشى عليها الأعين. كان الله في عون المواطنين الذين تعرضوا للغاز قبل قليل حيث أطلقت قوات الاحتلال الغاز بشكل مباشر بين السيارات المتوقفة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. هذا المكان مشاهدينا الكرام لطالما كان ساحة مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. حاليا الأعداد لربما متواضعة لكن أعداد الشبان في تزايد يتقدمون الشبان نحو قوات الاحتلال المتسترة خلف سواتر الإسمنتية على التلة القريبة من مستوطنة بيت إيل. المهم بسيط تعرفوا بحس لما تشمها هيك عادي خلص تتقبل يعني اول حل لما شغلك انك تتقبل الموضوع لا في بس في مرة تتقبل الموضوع أول حل لما شايفك نفسك تتقبلها زلمة كبيرة بعيد صوت علينا صوت علينا ايه ايه وقت نخليك نووي ضربين Thank you.
إذا مشاهدينا الكرام، استمرار إغلاق المدخل الشمالي لمدينة البيرة من قبل الشبان الفلسطينيين، على الأقل المدخل الرئيسي، مما يجبر المواطنين على التحول لطريق أخرى يسلكونها، فيما تستمر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاحتلالية منذ نحو الساعتين في هذا المكان. أعداد الشبان في تزايد، مسيرات خرجت احتجاجا على الاعتداءات الاحتلالية بحق الفلسطينيين. هنا إغلاق للشوارع وحركة الإطارات في احتجاج على الأوضاع الحالية. عاش يا رب المنيال اعطيه.
تحت أزمة الدنيا دي الأبطال اللي بيحضور معك يا حد معك معلم فشل راسي صوت صوت صح عقلهم هون شارك نطاط بتخ نطاط دير بالك يا عم صحفي انت كاميرا اخرى كبركو كنور مع الاشي حساب برجع فاشخ واحد فيها من هدول مش من هدولك من هدول من اول حجر لك تفلتت عليهم مش انا بطلب اللي تطلقوني لا لا
إذا مشاهدينا الكرام سنحاول توجيه بعض الأسئلة لأحد الشبان الذين توجهوا هنا للاحتجاج على الأوضاع في الشارع الفلسطيني والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين. يعطيك العافية، أنتم اليوم متواجدين هنا منذ أكثر من ساعتين والدنيا صيام ورمضان وتعب، شو سبب تواجدكم هون مع مواجهات يعني اليهود معهم سلاح وأنتم معكم شيء، شو سبب تواجدكم اليوم هون؟ أول دافع، الدافع أنه في عندنا شهداء كثير، صار في عندنا شهداء كثير وفي سلوات برضه، يعني في مواجهات وإحنا طلعنا بسبب أنه يعني نصد هذا الاحتلال وان شاء الله نكون يعني كدها. بس ما بتخافوا حياتكم؟ اليهود مسلحين وقاعدين بقتلوا في الفلسطينيين دون ادنى اي داعي يعني. والله في هذا الوطن يا يعني مش مشكله، عادي عادي. والشاب الفلسطيني يعني بحب الموت ولا هو لانه في ظروف جبرته هيك يصير؟ في ظروف برضه، في ظروف، هاي مش موت، استشهاد اسمه. شو الظروف انتم اللي بتعانوها كفلسطينيين يعني جبرتكم انكم تتواجدوا هون ترموا حجاره ضد عدو مسلح؟ احتلال وقتل ونهب في الفلسطينية، ويعني كل يوم شهيد ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، كل يوم شهداء في عندنا هون، كل يوم شهداء. رسالة توجهها للشاب الفلسطيني اللي اليوم ممكن ما عنده اطلاع على الأحداث والأوضاع اللي بتصير هون؟ إن شاء الله إنه يكون معانا واقف في هاي المنطقة، يعني هسا إحنا منطقة بيت إيل، إن شاء الله يكون واقفين معانا ويعني تصد معانا الاحتلال، وإن شاء الله جميع الشباب اللي هون يكونوا سالمين غانمين. لك. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه مقابلة مع أحد الشبان الذين توجهوا إلى بيت إيل من أجل الاعتراض والاحتجاج على الأوضاع السائدة في الشارع الفلسطيني وخصوصا في محافظات الضفة الغربية التي شهدت في 32 ساعة الماضية استشهاد 5 فلسطينيين وعشرات الإصابات في محافظات الضفة الغربية، آخرهما شهيدان في جنين وأيضا شهيد بلدة سلواد الذي يقع خلف هذه التلة مباشرة. كنا معكم عبر وكالة جيميديا في هذه التغطية المستمرة من مختلف محافظات الوطن لننقل لكم آخر التطورات في الساحة الفلسطينية. شكرا لكم على طيب المتابعة، كان معكم في التقديم بلال عرمان ومن خلف الكاميرا زميلي محمد تركمان. بصورة حلوة يا زلمة.